السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديدة إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وهذا الفيديو تلقاكم وأنتم في أحسن الأحوال. اليوم واحد الكرواسون سهلة وجديدة بزاف، ابقوا معايا ونبدأوها مع بعض. ونبداو على بركة الله. هنا عندي كاس ديال الحليب كبير شوية، كاس ديال العنبة كبير ديال الحليب دافي، معلقة ديال الخميرة ديال الخبز أو الخميرة حبيبات ضفتها على داك الحليب، وغنضيف معها هنا عندي 4 ديال المعالق ديال سنيدة، غنضيف النصف ديالهم مع الخميرة والنصف الآخر نضيفه من بعد. غادي نحركهم ونخليهم يتفاعلوا مع بعض ونعاودوا نتلاقاو. وهذا الشكل ديال الخميره من بعد ما تفاعلت مع الحليب. هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض ولا الدقيق الفورس، غنضيف عليه معلقه ديال الفاني، سكر فاني، هنا السكر اللي بقى ليا من قبيلات. عندي هنا نص معلقه ديال الملحه ونص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه ولا البيكنج باودر. غادي نضيف على هذا الشيء كله 4 ديال المعالق ديال زيت المائده. وغادي نضيف عليهم جوج معالق كبار ديال اليوغورت ولا دانون مسوس. واخر حاجه غنضيفها بيض بيضه، غنضيفها على هذا الخليط. غادي نحرك كل شيء هذا الشيء، ومن بعد غادي نبقى نضيف الحليب اللي مع الخميره تدريجيا حتى تعجن لي العجينه كلها. نقدروا نعجنوا هذا الشيء بهذه الطريقه، يعني غير معلقه ولا بيدينا في الكسعه، ولا نقدروا نديروهم في العجانه حتى نجمعوا الخليط كلهم. اهم حاجه اننا غير العناصر كلها اتجنت. انا داك الكاس ديال الحليب كله ما استعملتوش، باسكو الدقيق فيه انواع، وكاين اللي كيشرب بزاف وكاين اللي ما كيشربش. دلكتها واحد شويه، غادي نديرها في لوبول ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها ونعاود نتلاقاو. واكيد ما ننساوش ندهنوا لها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت. هذا الشكل ديال العجينه بعد ما خمرات وتفاعلت وضاعف الحجم ديالها. غادي نحيد منها الهواء، غادي نديرها كويرات صغار وهانتوما معايا. وهادو الكرات ديال العجين اللي خرجت لي، انا خرجت لي 8 ديال الكرات. غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه ماكسيموم 15 دقيقه وغادي نبدا. كناخذ كل كره كنسرحها بالمايزينا او بالنشا، كنسرحها رقيقه بزاف. انا العجينه سرحتها على شكل مستطيل، تقدروا تسرحوها على شكل دائره. خديت واحد لو بلاطو ولا التبصيل كنسرحها فوق منه، كنحطها فوق منه عفوا، وكنبقى نبدا يعني كره فوق من كره كنسرحها بنفس الطريقه، كنسرحها رقيقه وكنديرها فوق من العجينه الاولى حتى كنسالي الكميه كلها اللي عندي بحال هذه الطريقه اللي كتشوف. هذه الزبده ديجا ذوبتها انا وخليتها حتى بردت نهائيا تماما، تبردت مزيان. كناخذ كل القطعه ديال العجين كندهنها بواحد الطبقه ديال الزبده اللي هي صراحه بارده، وكنضيف وكنحط فوق منها قطعه ديال العجين اخر وكندهنها عاوتاني، تندهن الطبقه ديالها حتى كنسالي هذوك هذيك الكميه كلها ديال العجينه اللي عندي. بين طبقه وطبقه كنديروا الزبده. Thank you.
ما كملت هذوك الطبقات كلهم ديال العجين كلهم دهنت بيناتهم بالزبده، خديت الدلك كنطلق العجينه على هذا الشكل. سرحت العجينه كلها رققتها انايا، خديت القطعه ديال البيتزا ولا ناخذ موس ولا ناخذ جراره ولا ناخذ اي حاجه، انا حيت دوك الحواف ديال العجين باش يلا نعطيوها الشكل يكون مقاد، وهذوك الحواف صراحه ما غاديش نلحوهم ولا شي حاجه ولا حتى نعاودو نعجنوهم مره اخرى، لا غادي نستعملوهم حتى هما. انا قطعت العجينه هكا مثلثات على هذا الشكل اللي كتشوفوا، درت فيها فتحات في التحت. هذا اللوز عندي اللوز مهرمش، درت معه واحد المعلقه ديال السكر ومعلقه ديال السكر كلاسي ومعلقه ديال الزبده، وهذا الكوك حتى هو درت معه معلقه ديال السكر كلاسي ومعلقه ديال الزبده، وعندي واحد الاعواد ديال الشوكولا، يعني واحد شويه ديال الاختلاف بلا ما نديرو دائما الشوكولا شوكولا، يعني واحد شويه ديال الاختلاف. خديت اللوز حطيته في وسط من العجين، كنشكلها على شكل هلال ولا كرواسون، وكنحطها بحال هذا الشكل هذا. العجينه الثانيه انا درت فيها الكوك، حتى هي غادي نسد عليها بنفس الطريقه، غادي نسدو شويه من التحت باش ما تخرج لناش الحشو، وغادي نديرو على شكل هلال حتى هي، يعني كاين واحد شويه ديال الاختلاف كتاكل الكروسون بالبونتي. هذه درتهم بتي با عاديه، بتي بان شوكولا، انا صراحه ماشي من محبين البتي بان شوكولا، انا غير درت غير واحد جوجات وصافي، وغنبقى نستمر حتى نسالي الكميه كلها اللي عندي. هذه العجينه اللي بقات عندي، خديت هذاك اللوز حتى هو اللي بقى، غادي نديرو في الوجه ديال هذيك العجينه كلها، ندير هذاك اللوز كله، وغادي ناخذ حتى داك الشوكولا اللي بقى عندي، غادي نقطعو بالموس هكا طريفات صغيورين، ممكن الواحد يدير دوك لي بيبيت شوكولا ولا دوك الحبيبات ديال الشوكولا اللي كيتباعوا جاهزين، انا صراحه ما عنديش. قطعت الشوكولا هكا طريفات صغار، وغادي ومن بعد غادي نلوي هذيك العجينه على شكل حربل صغير بهذه الطريقه اللي كتبان لكم. جبت الموس غادي نقطعهم هكا صغيورين، غادي يجيو دي ميني شنيك، حتى نسالي هاد الكميه كلها اللي عندي. هادوك الجناب ديال العجينه اللي حيت في الاول فاش نسوي العجينه نقاد لها الشكل ديالها، ما غاديش نرميهم ولا غادي نعاود نعجنهم مره اخرى، انا لويتهم بهذه الطريقه ونستغلهم ودرتهم على شكل وريضه ونخليهم يخمروا حتى هما وغادي نطيبهم. العجينه كلها ولا لي شناك ديالي ولي كرواسون قديتهم في طاوه ديال الفران وخليتهم حتى خمروا. هذا الشكل فاش الشكل فاش خمروا ليا، خديت هنا صفار بيضه درت ليه واحد شويه ديال الخل
وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم كلهم عادي كما كندهنوا اي حاجه. بعد ما ساليت دهنت لهم الوجه ديالهم بالبيض، خديت هنايا شويه ديال اللوز ايفيلي، هو اختياري ماشي ضروري، غير باش ندير واحد شويه ديال الاختلاف، حطيته فوق الوجه ديال هذوك لي كرواسون وصافي. وهادوك لي ميني شنيك ديالي حتى هما دهنت لهم الجناب ديالهم بصفار البيض وهذيك الوريضه حتى هي، وغادي نطيبوهم. هادو لي شناك مني، هادو لي كرواسون من بعد ما خرجناهم من الفرن، صراحه جاو رائعين بمعنى الكلمه. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وكاضافه هي صراحه ماشي ضروري غير انا كاع لي كرواسون ولا شي حاجه بحال هكا كيعجبوني ندهنوهم بالنباج، نقدروا ندهنوهم بالكونفيتور شويه متلق مع شويه ديال الماء، ولا نخليهم بلاش ماشي ضروري. انا عندي النباج قلت نستغله، غندهن لهم الوجه ديالهم ونحطوهم في صحن التقديم. وهذا الشكل النهائي ديال لي ميني شنيك ديالنا ومع لي كرواسون، صراحه هشاش مورقين، يستاهلوا التجربه. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. انا فتحت معكم هذه اللي عمرناها باللوز، صراحه عطاها واحد المذاق يعني مختلف، خفاف وهشاش وصراحه لذاذ بزاف. ونفتح معكم حتى هذه ديال اللي درنا بالشوكولا، بتي بون شوكولا، صراحه هشاش ومورقين، وهانتوما كيف كتشوفوهم من الداخل كيفاش دايرين. نتمنى هاد الطريقه ديال هاد لي كرواسون تعجبكم وتجربوها. شكرا لكم على وقتكم لمشاهده الفيديو، والا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللي لايك وتابوناو معايا باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا لكم مره ثانيه، والى اللقاء حتى الفيديو القادم ان شاء الله.